مجتمع عربي مسلم حاضر في صلاة جنازة الطفل زيد عبد الله البالغ من العمر 3 أعوام. صلاة الجنازة جرت في مسجد إسنام بمدينة ميسيساغا في مقاطعة أونتاريو، وأتت بعد 3 أيام من إعلان وفاة زيد في جدول بالقرب من المتنزه الذي فقد فيه في مدينة ميسيساغا بشكل مفاجئ مساء الخميس الفائت. At approximately 5:40 p.m. our search efforts and our rescuers located Zaid Abdullah in the creek deceased within the water. His family has since been notified and we're working to provide them as much support as necessary during this horrific time. ولا تشتبه الشرطة في أن الحادث كان مدبرا، وسيعلن الطبيب الشرعي سبب الوفاة في وقت لاحق. وقد جندت الشرطة عديد الوسائل من أجل العثور على زيد يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك الطائرات المروحية. He's at Syria and half. Okay. And you've been here, you said, for you're new to Canada. Yeah, new to Canada. New to Mississauga. Yeah. And were you here last night? Yeah. At the park? Yeah, at the playground. Yeah, I'm so scared. I'm so nervous and I don't know. I'm not good. والدا زيد محمد وإسلام عبد الله سودانيان جاء إلى كندا مهاجرين قبل نحو 2 شهر من الأردن. وقد قالت الشرطة في وقت سابق أن زيد اختفى خلال لحظة بينما كان في المتنزه مع والديه. زياد عربوغلي، أومني نيوز، ميسيساغا.